متابعي قناة كارتاج بليس الكل وين ما كنتوا تشوفوا فينا، أهلا وسهلا بكم في برنامج لا فيترين. لا فيترين هو البرنامج اللي من خلاله بارن سامبل كود تليفون تعملوا شوبينج نتاعكم الكل وانتم قاعدين في دياركم. ما عليكم كان تكلمونا على 71 84 74 05 الرقم الوحيد، واللي من خلاله تتواصلوا معنا وتتحصلوا على لي برودوي ان شاء الله باش نقدموهم الكل. القضية نتاعكم توصل لكم في كيف تراب الجمهورية وين ما كنتوا متواجدين، معناتها من تونس الكل، تونس الكبرى، الولايات الكل، من بنزرة البنقردين القضية توصل لكم. ما عليكم كان تكلمونا على وسائل الاتصال متاحة على شاشة التلفزيون. ما نقدمش البرنامج وحدي، معايا زميلتي جيهان. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك رحاب، عسلامة الناس الكل اللي قاعدين تتفرجوا فينا. دونك الحلقة المدة نتاعها سويعة من زمان تعديوها معايا انا وريحاب، باش نقدموا لكم دي برودوي منوعين في لي كاتيجوري الكل. نقدموا لكم اليوم صحة وجمال وديكور وكويزين، برشا حاجات مهمة. اقعدوا تتبعوا الحلقة من الاول حتى الشيء الاخر، اكيد باش تلقاو حاجات تعجبكم وافريات مهمة تستنى فيكم، اي سورتو لي بري اللي نقدموا بهم لي برودوي نتاعنا. دونك الحلقة باش تبدا توا توا، اقعدوا ديما على قناة كارتاج بلس. السلام مشاهدينا، مرحبا بكم من جديد في البرنامج. دونك اليوم شنو عندنا في الفيترينا؟ عندنا من المارك الجوفيتا تقدم لنا برودوي ياسر انوفون وياسر فعال على الاخر، على خاطر المره هذيا نقدموا حاجات للعبيد اللي تحب تزيد في الوزن نتاعها. ديما نقدموا دي برودوي للعبيد اللي تحب تضعف، وعندنا بيان سور البرودوي لو فامو برودوي معنا اللي لقى سكسي. دونك المره هذيا نقدموا حاجه كيف ديما في البرنامج نتاعنا نختاروا لي برودوي اللي عندهم مصداقيه واكثر فعاليه وسيرتيفيي سورتو. دونك اليوم من مارك الجوفيتا تقدم لنا لو باك بريز دو بوا اللي تشوفوه باش نقدموه اليوم مع بعضنا، اللي يتكون من دو برودوي، عندنا بودر وعندنا البوات هذيا نتاع لي جيلول اللي عندهم فعاليه كبيره برشا على البدن نتاعنا للعبيد اللي الشهيه نتاعهم مقطوعه. دونك ريحاب ديما فما عبيد شهيه نتاعهم مقطوعه، ما يحبوش ياكلوا، ديما يجربوا حاجات وما يلقاوش نتيجه، تلقاهم يعملوا سبور ياكلوا، اما الاكثريه فما عبيد اللي تهلك البدن نتاعها بالتغذيه المش سليمه، التغذيه الماهيش صحيه، الفاست فود راهو يضر البدن، راهو يهلك البدن، راهو يزيدك شحومات ما يزيدكش في البوان نتاعك. دونك هذه حاجات ماذا بينا نتفاداوها مع الوقت حتى لينا احنا لصحتنا لصحه بدننا. دونك الباك اللي نقدموه اليوم من المارك الجوفيتا حاجه بيه، هي حاجه مضمونه، حاجه صحيه، المواد نتاعها لي زانغريديون نتاعها طبيعيين 100%. دونك هذوما حاجات باش تكتشفوهم معايا انا وريحاب توا. ريحاب باش تعطيكم اكثر تفاصيل على لي زانغريديون اللي مصنوع بهم البرودوي نتاعنا هذيا، اللي باش تلقاوه بالحق حاجات مهمه برشا باش تساعدكم في البدن نتاعكم وتساعدكم في البريز دو بوا. نحكيو لهنا راهو حاجات باش يزيدوك في الماس مسكولير، مش شحم، راهو مش شحم، وحاجه باش تحير لك شويه الشهيه نتاع الماكله نتاعك وتولي هكا دور والتنوش وتفتفت. دونك ريحاب الباك متكون من دو برودوي. دونك الباك اسمه غروسي بلس، عندنا دو باك، عندنا الغروسي بلس بلس وعندنا الغروسي بلس. علاش نحكي لكم شنو الفرق اذا كان باش تاخذوا الباك اللي فيه معناتها دوبل بوات ودوبل جيلول، وكان باش تاخذوا بواته واحده باش تجربوا البرودوي نتاعنا. دونك كيما قالت جيهان، البرودوي نتاعنا ديستيني للعباد اللي عندهم نقص في الشهيه، نقص في لابيتي، العباد اللي ياكلوا وما يسمنوش، ما وصلوش تخطاو ان سارتان بوا، ياكلوا كيما قال جيهان ساعات واحد يأيس جمله يولي معناتها ياكل في فاست فود، في الفريت، في درا شنو، قال شنو باش نسمين باش نزيد في لي فورم نتاع بدني. دونك هذايا كل معناتها عادات خاطئه. الحاجه اللي نحبكم توا تركزوا فيها اللي الباك هذا ينجم يسمنكم بطريقه امنه وفعاله. شنو معناتها يسمنكم بطريقه امنه وفعاله؟ معناتها السمنه الكل باش تمشي في البلايص اللي كي تسمين البلايص معناتها لي فورم نتاع بدنكم، تولي عندك سيلويت حلوه. دونك كيما لي كويس، كيما لي هانش، دونك تبدا عندك سيلويت مزيانه. دونك الباك هذايا يل فا فيزي لا ماس مسكولير، دونك ليك باش تسمين بشحوم لا بدهون لا بسيلوليت زايد، باش تسمين بطريقه امنه وفعاله. علاش؟ على خاطر البودر اللي متكون منها الباك، نزيد نذكر الباك متكون من بودر ومن دي جيلول، سي ان كومبليمون اليمونتير، يساعد برشا على فتح الشهيه ويسمنك في المناطق اللي انت تحب تسمين منها، تولي عندك سيلويت مزيانه، ماكش تسمين سمنه خايبه، تسمين سمنه امنه فعاله، وتولي حتى اللي يشوفك يقول لك محلاك يا اخي عملت سبور، يا اخي تترينا، يا اخي لا، راهو هذاك الكل للباك هذايا اللي يحضر معنا. شنو فيها البودر؟ البودر ال سو بريزونت بالشكل هذايا، كيما تكستور نتاع البسيسه هي جيهان. دونك بودر نورمال،
شنو فيها؟ هذه بودر تراوها هكا، اما هي سي اون بودر تري ريش، فيها برشا برشا حاجات ومطعمها بنين بنين بنين، ما عندكمش فكره. انا وجيهين المطعم نتاعها من الاول قلنا شنو هي البودر هذيا، بالك شي مره، ما هي حلوه برشا كم سي تاكل في الشوكولا، تاكل في الكاكاو، خاطر هي فيها الكاكاو ديجا. باش نقول لكم شنو فيها بشويه بشويه باش تفهموا علاش البودر هذيا تسمى لكم بطريقه امنه وفعاله. فيها اسبيرولين، اسبيرولين هي الماتيير دو باز نتاع مخابر فيتالايت اللي يستعملوها ان طونك ماتيير دو باز، هي الغ ماريد نوبل برشا. الكونتيتي تحكم معناتها دوزاج نتاع الكونتيتي نتاع سبيرولين في الدومين نتاع البريز دو بوا، سي با دوني ا نيمبورت كي بور لو فير، معناتها حاجه ديليكات على الاخر. دونك فيها سبيرولين، دونك كيما قلنا هذه الغ ماريد مهمه برشا، عندها نتائج فعليه في البريز دو بوا. فيها الشوفان هو لافوان، والشوفان نعرفوه جيهين يسمن برشا ويستعملوه لي سبورتيف، يستعملوه برشا معناتها العباد اللي يحبوا يزيدوا في الماس مسكولير. فيها زادة الحلبه فيني غريك، شكون ما يعرفش الحلبه المنافع نتاعها لا تحصى ولا تعد، وزيد برشا يبداو هكا متخوفين منها على خاطر فيها ريحه قويه شويه. دونك لهنا ماكش تفيق بها كما قلت، خاطر المطعم نتاع الكاكاو غالب على البودر هذيا. دونك فما الكاكاو، فما اللوز، ما ننساش اللوز اللي هي فيها كونتيتي كبيره برشا نتاع اللوز. نعرفوا الفروي سيك قداش فيهم منافع وقداش فيهم معناتها سعرات حراريه يفيدوكم ويفيدوكم كان تحبوا تسمنوا كما قلت بطريقه امنه وفعاله، بعيد على السيلوليت، بعيد على السيلوليت، بعيد على الدهون. دونك نلخص، فيها الحلبه، فيها سبيرولين، فيها الشوفان، فيها لاموند اللوز، وفيها الكاكاو، معناها فريمون كومبوزيسيون تري ريش بالحق، معناها تري ريش، تخليك تسمن بطريقه امنه وفعاله، مش تسمن كهو تولي عندك لونفي باش تاكل. علاش هو فما العباد السمن الكل علاش سمن؟ خاطر عندهم شهيه ما شاء الله، ديما ياكلوا، ديما معناتها المعده قابله للماكله. العباد اللي عندهم نقص الشهيه ديما معناتها ما عندهمش لونفي، ديما يشربوا كاس ماء يشبعوا، لا هذه باش تحلكم الشهيه وتخليكم تاكلوا دافونتاج، تكملوا الصحن نتاعكم وتحبوا تاكلوا اكثر، معناها على خاطر كما قلت فاتح كبير للشهيه. معها شنو تلقاو؟ تلقاو البوات نتاع الجيلول هذوما، ما تخافوش راهو اي واحد توريكم جهين تكستور نتاع لي جيلول حرابش، اما هما ماهمش حرابش، ما فيهم حتى حاجه شيميك، هما مجموعه من الاعشاب ومن المكونات تري ريش، لمي معناتها لموهم في البلاستيك هذاك بيان سور الغذائي. دونك شنو باش تلقاو فيه؟ باش تلقاو فيه الجانتيان، باش تلقاو سبيرولين كالعاده، باش تلقاو البيسون لي، باش تلقاو الحلبه. دونك مجموعه من الاعشاب ملمومين في حربوشه صغيره. علاش هما حطوها في حربوشه؟ خاطر فيها دوزاج، معناتها كان جات نجم تاخذ كما تحب راهم ما يحطوهاش في حربوشه. دونك اللي هما بيان سور عملوا في كما قلت في مخابر فيتالايت لي ريشيرش نتاعهم، الكميه الصغيره نتاع الاعشاب هذيك مع المغرفه نتاع البودر تاع بعد جهين تعطيكم طريقه الاستعمال، هي باش تحلك الشهيه. باهي التريتمون هذايا غروسي بلس نتاع يشدكم شهر واحد، معناتها البودر والحرابش. احنا علاش اقترحنا غروسي بلس بلس؟ على خاطر كل برودوي باش يعطي الفاعليه نتاعو لازم او موا شهرين، معناتها دو كات سي سمان نبداو نلاحظوا في الديفيرونس. مانيش نحكي لهنا كان على البودر هذيا ولا على الباك غروسي بلس، كو سوا كريم معناتها كومبليمون اليمونتير برودوي نتاع شعر، اي حاجه راهو ابارتيغ من 4 سمان ا 6 سمان نبداو نلاحظوا في الديفيرونس. ما تبداش تستعمل جمعه وجمعتين تقول وين وتقف على الميزان تقول ما زدتش في البوا، راهو باش تبدا بشويه بشويه الشهيه نتاعك تتحل، باش تبدا بشويه بشويه تحس معناتها، خاطر السمنه ماهيش حاجه هكا معناتها حاجه سحريه باش تسمن، لا هذايا مشروع كامل باش تدخلوا فيه، لازمكم العزيمه، لازمكم تثقوا في البرودوي على خاطر جربناها على برشا عباد وقينا نتائج فعليه. كلمونا على 71 84 74 05 كان تحبوا تتحصلوا عليه. دونك قلنا الباك غروسي بلس بلس يشدكم شهرين، انا ننصحكم باش تاخذوه على خاطر باش تبداو تلاحظوا في الفاعليه، وديجا البري نتاعو موديغي على الاخر. لي زانفورماسيون هذوما الكل نعديهم الجهين، طريقه الاستعمال والبري نتاع الباك نتاعنا. دونك انتم مشاهدينا زيدوا تبعونا، فما حاجات ساهلين برشا في الاستعمال، ما يطلبش معناتها معرفه كبيره، حاجه سهله لكن النتائج نتاعها ملحوظه وفعليه. دونك احنا رحاب ديما ننصحهم باش ياخذوا الباك غروسي بلس بلس على خاطر ماذا بيك المره الاولى في الاستعمال باش تجرب حاجه جديده، ماذا بيك الكونتينيتي، على قد ما انت تطول في الاستعمال على قد ما انت تلقى نتيجه خير. اي سورتو رحاب البرودوي نتاعنا هذا يعطيك انتر 3 اي 4 كيلو في الشهر، في الشهر بركه معناها تزيد بين 3 و 4 كيلوات، حاجه راهو باهيه برشا، مش شويه معناها، سورتو العباد اللي الشهيه نتاعهم قليله. دونك كيما كانت تفسر رحاب مش نزيد انا نعاود وراها البودر. دونك الجيلول سامحوني، دونك الجيلول اللي تقدم لكم بالشكل هذايا ناخذوا كعبه قبل الفطور القايله وكعبه قبل العشاء، ساهل برشا معناها ما فيش برشا قبل بنصيف ساعه. دونك فوالا هذه هي جيلول، الجيلول اللي تلقاوها معانا.
elle se présente de chaque هذه sinon le poudre اللي هي كبيره وتشد كوم بالكدي بالكدي دونك نلقاوها مغرفه في مغرفه بعد الفطور ومغرفه بعد العشاء سهل برشا ما فيها حتى شيء قبل ما انت تحط الصحن نتاعك باش تاكل تحط الباك نتاعك قدامك دونك توا باش ناخذ الجيلول نفطر ماكلتي اوب نكمل ناخذ مغرفه من البودر وصحه وبالشفي وان شاء الله اكيد باش تلقاو النتيجه الفعاله والمضمونه معانا على خاطر راهو لي لابوراتوار الجوفيتا لابوراتوار فيتالايت راهو اكثر حاجه ياكدوا عليها اللي هو البرودوي نتاعهم سيرتيفيي راهو البرودوي كي يبدا سيرتيفيي ما عندكش علاش تخاف على خاطر فما دي شيرشور معناها يخدموا في الـ في الـ في الباك هذايا مش هكاك احنا نقدموا حاجه مسقطه معناها عليكم دونك صحتكم تهمنا واحنا زيد كيف ليماج نتاعنا زيد كيف تهمنا دونك اذا كان عجبكم البرودوي ساهل برشا تكلمونا على نمبر التليفون 71 84 74 05 سينو الباج فيسبوك نتاعنا لا فيترين في ميساج بريفي تحط البرودوي اللي انت تحب تاخذه وهكاك البرودوي نتاعك يوصلك قدام باب الدار البيمون زاد كيف يصير قدام الدار نتاعك هذه حاجه سهله برشا سينو على الانستغرام نتاعنا اللي هو لا فيترين باش تلقاو زاد كيف الباك هذايا وتلقاو دي برودوي اخرين شين يوتيوب اذا كان فاتتكم الحلقه ولا اذا كان فاتكم البرودوي هذايا لي زانفورماسيون اللي فيه تنجموا تعاودوا تتفرجوا على الشين يوتيوب نتاعنا سينو الباك هذايا نقدموه لكم بسوم 69 دينار دونك الجيلول الباك غروسي بلس اللي هو متكون من بوات نتاع لي جيلول والبوات هذيا نتاع البودر سينو العباد اللي تحب اكثر ريزلتات تلقاو معنا الباك هذيا اللي هو يجيكم بالشكل هذيا غروسي بلس بلس دونك ساهل برشا عندنا اكثر فعاليه دو باك كما قلت لكم جهين غروسي بلس بلس الاكثر فاعليه تحبوا تجربوا تاخذوا باك واحد اما ما تحكموش على شهر تقولوا ها ما لقيناش نتيجه خاطر ديما قلنا النتائج يبداو يظهروا من 4 ل 6 سمان نحب نذكر جهين حاجه برشا يتسائلوا عليها المطعم نتاع البودر بالنسبه للديابيت ديابيتيك معناتها العباد اللي عندها مرض السكري كيفاش البودر فيها نبته اسمها ستيفيا ستيفيا هذه نبته حلوه معناتها ما عند ربي اما فيها زيرو كالوري دونك هاكم شوفوا انتم كان تعملوا في الانسولين ولا حاجه الدوزاج نتاع السكر نتاعكم و سينو كان باش تاخذوا منها كنقصوا شويه في السكر هذيا مساله خاطر ديما يجيونا اتصالات على العباد اللي معناتها ما يستعملوش السكر هي حلوه لكن الحلاوه نتاعها 100% ناتوريل دونك كيسيون دو دوزاج نتاع السكر وتنظيم شويه هكايا فوز الي غارانتير دي ريزولتا اوبتيمال دونك عندنا 69 دينار جهين عاودنا لي بري دونك الباك معنا غروسي بلس اللي هو السوم نتاعو 69 دينار سينو الباك غروسي بلس بلس رحاب 119 دينار دونك غروسي بلس بلس معناها اللي شدكم شهرين سومو 119 دينار الباك غروسي بلس سامبل سومو 69 دينار لأفضل النتائج ننصحكم باش تاخذوا الباك غروسي بلس بلس باش تبداو تلاحظوا في نتائج فعالية ومضمونة سينا احنا مشاهدينا نخليكم باش نتواصلوا معكم في فقرة أخرى خليكم ديما برانشي مع لافيترين هنا راجعين مشكلتك تحب تسمان فديت من سيلويت الضعيفة وتحب بدنك ياخذ ديفورم حلوين لافيترين تلقى لك الحل باك بريز دو بوا غروسي بلس لفتح الشهية وإكسب الوزن بطريقة صحية الباك متكون من بودر غروسي بلس وليجيلول أبتي بلس استعمل الباك يحلك الشهية ويخليك تكتسب الوزن اللي حاجتك بيه الكور 100% ناتوريل من غير حتى مواد حافظة ومن غير حتى برودوي شيميك بوات أبتي بلس متكونة من 60 جيلول كل جيلول تحتوي على عناصر طبيعية 100% كما الحلبة، بيسونلي، جانتيان وسبيرولين بالطبيعة العناصر هذو يحلوا الشهية، يغذيوا البدن ويزيدوا في الماس ميسكولار أما البودر متكون من اللوز، الكاكاو، الشوفان، سبيرولين ونبتة ستيفيا تركيبة غنية من المعادن والفيتامينات تخليوك تزيد في البوا من غير شحوم ودهون مضرة بالجسم طريقة الاستعمال سهلة حربوش قبل فطور نص نهار بنص ساعة وقبل العشاء بنص ساعة أما البودر تاخذ منها مغرفة كبيرة بعد ما تكمل الماكلة يعني بعد فطور نص نهار وبعد العشاء وتشرب بعدها كاس ماء كبير لتسهيل عملية الهضم باك غروسي بلس بلس يشدك شهرين ويخليك تتمتع بالوزن اللي تحب عليه بطريقة آمنة وفعالة
دونك مازلتوا مشاهدينا مازلتوا مع برنامج لا فيترين. وشنو عندنا اليوم في الفيترين؟ عندنا حاجه ديستيني للبنات والاولاد زاد كيف حتى توا هما زاد ولاو لهين برويحاتهم زاد شويه. دونك شنو نقدموا برشا؟ دونك شنو نقدموا لهم احنا توا؟ رحاب نقدموا من الماركة او جي ليسر، حاجه هايله برشا وطياره سورتو الاستعمال نتاعها ساهل برشا. نقدموا لكم جام المانيه، الماركة ديجا معروفه تنجم تعمل عليها لي ريشيرش. ماركة المانيه ديجا كنقول حاجه المانيه يعني حاجه غارونتي، راهو حاجة متاع طويل متاع دوين متاع دهك وانت عينيك مغمضة. دونك اللي سور يتقدم معنا بالشكل هذي، نعرفوا البنات توا رحاب الوقت ما عادش عنا برشا وقت اي سورتو السشوار، لكن الصوت متاعه هنا ديجا ولا يوترني برشا. دونك ماذا بيا حاجة هكايا نبدا ديما زين كول نعمل شعر متاعي وانا مرتاحة. دونك البنات اللي شعرهم يلقاو صعوبة باش يجبدوا شعر متاعهم وما يركحلهمش ولازمهم يعملوا لي سور عند حاجة ما في صالون، دونك احنا نقترحوا عليهم لي سور تاعك انت بيرسونيل تستعملوا ليك انت وحدك كهو في الدار، تحطوا مع كوين ما تحب. دونك نشوفوا الفورم نتاعو ديجا تنجم تتحط في الساك في ساعه في ساعه ساهل. شوفوا قداش الكبر نتاعو، دونك خفيف يتحط في الساك ما نتاعنا وين ما تمشي. انا ديجا اختي ديما لي سور نتاعها في وسط الساك وين تلقى بريس تحط تبدا تعمل. دونك هذه حاجه بيا برشا البنات اللي في الفوايي، دونك حاجه ياسر براتيك. سينو اللي يحبوا يستحفظوا على الشعر نتاعهم على خاطر تعرف رحاب السشوار اذا كان ما نجبدوش في صالون، اذا كان مش يجبدونا معناه في الشعر نتاعنا في صالون راهو باش نهلكوه، باش يترشق باش يشيح باش يشهب باش يولي ما عادش فيه لقب، باش يولي ديجا كترشيق اللي ملوطه ما عادش فيه منظر بالكل. دونك الماركة اللي نقدموها اليوم اللي هي الماركة او جي، لا ماركة او جي شنو تقدم لنا؟ تقدم لنا لي سور سيراميك. سيراميك رحاب ديجا حاجه انوفونت، حاجه باهيه ولا جوستمون جيهين. دونك لي سور اللي عند جيهين سيراميك لونو نوار نوار غري كولور شانجونت، معناتها اللي تفهموا لا نوار لا غري اكسسوار دو سال دو با ياسر مزيان. سينو زيد تنجموا تحصلوا عليه في الكولور المزيان هذيا، اون كولور هكا روج مزيانه محلاها. دونك ان روج مات مزيانه على الاخر، اكسسوار دو سال دو با كيما قاعدين تشوفوا بالكابل نتاعها الي تري ادابتابل ويمشي البريز افيك تو تيب دو بريز. دونك حاجه مزيانه، حاجه رافيني، حاجه حلوه برشا. بيجين حكيت على الاكسسوار قلت لي اختك ديما وين ما تمشي لي سور معاها البنات الكل يحبوا الحاجه هذه على خاطر حتى ميم تعمل بروشينغ من غدوه الكود باني ما عادش معناتها بالسيشوار ديما ضربه هكا باللي سور وجاوك ديما باهي. سينو انا نستعمل ونعمل به معناتها ابار معناتها ليساج نعمل به لي بوكل. دونك اكيد البنات اللي يعرفوا معناتها كيفاش معناتها يستعملوا البلاك هي حاجه سهله. دونك تخدم على شعرتك من بعد في الاخر الدور تعمل لك التدويره باش لي بوكل يجيو مزيانين على الاخر المانشا معناها الشعر لي بوكل نتاع ليساج اكثر من الفيرا بوكلي معناتها جي روماركي سا بالوتيليزاسيون معناها. دونك حاجه براتيك تنجم تعمل بها ليساج وتنجم تعمل بها زاده لي بوكل. سينو الاولاد اللي عاملين كيراتين دونك ما يطولوا شعرهم زاده حاجه باهيه برشا اي براتيك نجمو حتى يهزوها للحاجه نتاعهم خاطر تعرف جهين مش لي بلاك الكل دو بون كاليتي كيما اللي يقدموهم اليوم من المارك الالمانيه اللي هي او جي الماركه الماند دونك معروفه على الاخر. سينو سيراميك دونك سيراميك انديكي ديجا معناتها كاريمون على البلاك. دونك هي الماتيير معناها نتاع اللي نشوفوا لهنا لي دو بلاك هذوما كان تبعوني بالكاميرا لي دو بلاك هذوما 100% سيراميك. دونك الكولور نتاعهم لا يتبدل لحتى شيء. شنو هي التكنيك نتاع السيراميك؟ جيهين سالتني عليها قبيله شويه. دونك السيراميك شنو هو؟ كي تبدا حاجه سيراميك علاش تبدا بينيفيك برشا للشعر سورتو كي تبدا هكا اكسسوار دو شوفو معمول بسيراميك ديما يبدا اغلى ديما يبدا البيرفورمانس نتاعو احسن. علاش؟ خاطر السيراميك مع الشالور اللي تخرجها البلاك يعمل اون سور دو فابوريزاسيون معناتها كذب كر فوالا رذاذ نتاع الماء معناتها حاجه هي ماهيش مرئيه بالعين المجرده انفيزيبل. دونك السخانه كي تخرج معاها كل فابوريزاسيون على الشعر. دونك الشعر تتطلق بطريقه معناها ليساج سان على الاخر. شو معناها؟ معناتها كيما باش تعملوا باغ اكزومبل روباساج نتاع حاجه ديما كي تبخها بالماء الحديد يبدا تتطلق. احسن والحاجه تبدا مطلوقه وفيها البرقه اكثر. ميم معناتها برانسيب بالنسبه للسيراميك اللي مصنوعه به البلاك هذايا. دونك تخرج كل فابوريزاسيون صغيره مع الشالور. دونك الشعر باش تتبل شويه بالماء تندي شويه مع الشالور دونك باش تتطلق وباش تولي هكا
هكا فيها بريونز، فيها ليساج سان، فيها مشك اللي مترشق، خاطر تعرفوا معناتها لي بلاك اللي يبداو مصنوعين معادن اخرين كما الحديد باغ اكزومبل يحرق الشعر كاريمون. ساعات قداش من مره جيجين نتفرجوا في فيديو على اليوتيوب، تبدا واحده تعمل في شعرها يب تلقى السبله كل طاحت على خاطر الماتيغ حديد هذيك معناتها تقتل الشعر كاريمون وتقتل لي زيكاي نتاع الشعر. سينو سيراميك ماده سين برشا، صحيه برشا للشعر، بالعكس تعطيها البريونس، تعطيها الفوليوم، تعطيها اللمعان، دونك حاجه صحيه ومزيانه برشا. دونك تعتمدها البلاك هذيا، دونك اك علاش لهنا مكتوب سيراميك، دونك سي سيراميك 100% شعرك باش تتلق بطريقه امنه صحيه وباش تعطيك بريونس مزيانه برشا كو سوا في لي بوكل ولا الليساج نورمال. دونك كلمونا فاش تستناو البنات، نعرفكم تحبوا الاكسسوار هذا انديسبونسابل بالنسبه للبنات ولا اولاد زاده، حاجه مزيانه برشا. دونك كلمونا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون. السوم مودغي على الاخر نقدموا لكم البلاك هذيا بسوم مودغي على الاخر، سينو الغارونتي تحكي لنا جهان على لي زانفورماسيون. الغارونتي عام كامل لهنا عندنا الاون والاوف، دونك لهنا اوف كي يبدا البلاك نتاعنا ما يخدمش، سينو تحطوا اون تستناوه يسخن شويه اي اوب تبداو تعملوا في الليساج نتاعكم والا في لي بوكل نتاعكم. سينو البريز نتاعنا اللي طول نتاعو ديجا متر، ما نعرفش كان فما واحده قدامي محلوله اللي قدامك ريحه محلوله والا لا، دونك اللي هو اكثر من ان متر اللي هو نجمو نحطوه حتى لو كان الشارج سامحني حتى لو كان البريز نتاعنا بعيد علينا، دونك نجمو نستعملوه واحنا اليز ومرتاحين، مش قصير اللي يبدا يعذبك كي باش تبدا تعمل في الشعر نتاعك. سينو درجه الحراره نتاعو عاليه برشا، يعمل لك ديفيرونت فورم، يعمل لي سو، يعمل لي بوكل، دونك حاجه انا باغاتي لو سوم نتاع ليسور هذيا. دونك ريحه تقول لنا عليه 79 دينار، دونك سولمون 79 دينار مشاهدينا كان تحبوا تتحصلوا عليه، سومو 79 دينار. تكلمونا على وسائل الاتصال 71 84 74 05. سينو المانتيان جهين نتاع ليسور فيه تكنيك نتاع السوفت تاتش، دونك يدك تعرق، يدك مثلا تبدا في السال دو بان، نعرفوا ديما الانفيرونمون ايميد شويه بسيروم والا عندك حاجه في شعرك تعملها في شعرك، تبدا يدك هكا معناتها مزيته شويه ولا غراس شويه لي برودوي نعرفوهم نتاع شعر يزيتوا شويه ليد، دونك المانتيان نتاعها الي تري براتيك غراس للتكنيك سوفت تاتش. دونك حاجه مزيانه برشا، ديجا انديكي على الباكو نتاع بالالمان بيرفكت ان فورم اون فونكشن، دونك بارفيت اون فونكسيون اي اون فورم، معناتها الفورم نتاعها مزيانه والفونكسيون نتاعها فريمون ريان ا دير، حاجه مزيانه برشا. كلمونا البنات تاعو على وسائل الاتصال سيرتو خاطر فما دو كولور، ينجم الكولور اللي تحبوا عليه توفى oui. دونك كلمونا تاو كان تحبوا تتحصلوا على الكولور اللي ماشي مع سال دو بان نتاعكم ولا مع تروس نتاع سال دو بان نتاعكم كوم فو فولي لي في. دونك كلمونا تاو على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون. جيجي تحب تزيد حاجه؟ سينو انا نحب نقول لهم في ساعه يكلمونا على خاطر بالحق هذوما قليل وين تلقاهم دونك ميم با جمعه جمعتين، دونك ما عادش تلقى البرودوي. زرب تو تو خذ البرودوي نتاعك وانت في الدار اليز واختار الكولور اللي انت تحب عليها. سينو الفقره هكا وصلت للنهايه نتاعها، نجمو تزيدوا تشوفوا لي برودوي اللي باش نقدموهم معنا في الفيترينا، اقعدوا ديما على قناه كارتاج بلس. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا، هذه هي الفيترينا على قناه كارتاج بلس. كان تحبوا تتحصلوا على اي برودوي من البرودوي اللي يقدموهم تكلمونا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون. سينو نرجعوا في الكاتيجوري كويزين، تحضر معنا حاجه مزيانه 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 على الاخر بالحق، الناس اللي تلوج على ثخامه، الناس اللي تلوج نساء سيغتو على خاطر كوجينا سيتادير حاجه ديستيني للنساء ورجال زاد المغرومين بالكوجينا، البنات اللي حبوا يزهزوا، العباد اللي انتريسي بحاجه مثل ما غفيني مزيانه ياسر 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 شبابه. اتبعنا توا على خاطر نقترح عليك اون ميناجير مزيانه على الاخر دو لا مارك وينوكس اللي تابعه الجروب سوبال، دونك تابعه الجروب سوبال، شكون ما يعرفش الجروب سوبال؟ دونك فريمون يخرج في حاجات مزيانين على الاخر، ماركه تونسيه اما عامله سكسي كبير برشا، تعرفوا لهنا في لا فيترين شجعوا الماركات التونسيه على خاطر ولينا نخدموا افيك دي نورم انترناسيونال كيما لي مارك انترناسيونال الكل. سينو تحضر معنا ميناجير
ميناجير مزيانه برشا غران فورما وانا باش نقدم ميناجير اول مره هذه في معناها في الموند كولينير في تونس باش نقدم لكم ميناجير ميني فورما معناها حاجه مزيانه برشا براتيك برشا حلوه استيتيكمون بارلون rien à dire دونك تحبوا تحصلوا عليها تبعونا والبري مودري على الاخر بارابور لي زيفي اللي فيها دونك جي هنا نشقوا لك في الميناجير ميناجير تزين الكوجينه تزين بيت الفطور تزين معناها القاعده الطاوله دونك تبداو المغرب مسكيك خايبين ما تبداش طاولتنا مفخمه مزيانه كل شيء تقش عليه تحف المي دونك يزيدوا شطر كان مش الكل معناها على الطاوله نتاعنا سورتو الماكله نتاعنا واحنا عندنا زاد ريحه بالنوسيون تاع ميناجير كيف نشريها دونك خليها للضيف هذيك علاش احنا اليوم نقترح عليكم الميني تونسيه الحكايه هذيا فوالا دونك احنا هذيك علاش اليوم نقترح عليكم الميني ميناجير اللي هي الاستعمال نتاعك انت اليومي علاش انت زادك كيف ما تدلش روحك علاش تقعد تدلل في الضيف نتاعك كهو انت زاد عندك الحق باش تدلل روحك وتقعد تاكل وانت عامله جو عامله كيف بحاجه اي سورتو إينوكسيدابل نعرف ساعات ريحاب نشريو حاجة يقولون إينوكس وكل شيء من بعد كنفيقوا بالغسلين متاحة وإلا بالطول المدة نفيقوا بها اللي هي بشوية بشوية تبدأ تعملنا حتى كين ما صدتش باش تعملنا ديتاش واللون متاحة يتبدل دونك مع الماق إينوكس باش نلقاو حاجة غارانتي 100% الإينوكس متاحة إينوكسيدابل اللقة متاحة ما تتنحاش بالكل دونك اليوم نحكيو على ميناجير ميني ميناجير من الماق إينوكس والكفخي الكبير اللي قدامي أنا اللي هو نجموا يشريوه معناها العرايس اللي زاهزوا نجم تشريه مرا اللي معناها اشتر المغارف والفرش نتاعها نجم يكونوا ضاعوا نجم يكونوا شريت كاليتي سافا با وتحب تعاود تجدد مره اخرى دونك هذه فرصتك باش تاخذ حاجه اللي هي على طويل اللي هي تقعد لك اللي هي انكسيدابل اللي هي كيف يجي وظيف فريمون حاجه تعمل عليها كيف وتوهرك وتنورك زيدك كيف عطا ولا مشكر حاب ديجا اللقه ما نعرفش كان قاعدين هما يراو فيها كيما احنا نراو فيها قديمنا معناها حاجه مزيانه جوست انا خديت السكينه باش نوريكم من كل حاجه باش نوري لكم حاجه دونك فوالا هذيا المغرفه الفرشيته دونك انا باش نحكي لكم على الكوفري الكبير اللي تقدموا المارك اللي تقدموا المارك مينوكس دونك الكوفري هذيا سي لا اوت جام تاع لا مارك مينوكس فريمون حاجه انا باغاتي بالحق ياسر مزيانين ياسر دونك هما 1810 العباد اللي تفهم في لينوكس يعرف اللي هي 1810 معناها حاجه ما تصدقش واللقه نتاعها تقعد ديما دونك اللقه هذيا كيما توا كيما 10 سنين القدام كيما 20 سنه القدام دونك فوالا احنا اليوم نحكيكم على ميناجير من المارك مينوكس المارك مينوكس معروفه معناها في تونس تبع الجروب سوبال اللي هو غني عن التعريف الحاجه نتاعو والماتيغ اللي يخدموا بها فريمون حاجه هايله برشا تنجموا تكلمونا على نمره تليفوني اذا كان عجبتكم الميناجير هذيا اذا كان ما تحبوش بالحق تراتيو الفرصه اللي قاعدين تتفرجوا فيها توا تكلمونا على 71 84 74 05 سينو الباج فيسبوك اذا كان لقيتوا التليفون نتاعنا اوكيبي تواصلوا بكم خاطر الناس الكل ما راتيوش الفازات هذوما دونك تكلمونا زيد كيف على الباج فيسبوك نجاوبوكم تو سويت لا فيتري اسم الباج نتاعنا في ميساج بريفي الاسم واللقب والبرودوي اللي عجبك نجم تعدي تو الكوموند نتاعك هز التليفون وكلمنا باش هكاك الكوموند نتاعك هذه الميناجير وانت قاعده في الدار ترانكيل توصلك الميناجير هذه يدق عليك الباب فوالا مدام هذه الميناجير اللي اخترتها وتخلصهم بالوقت دونك زيرو اسونس تعب حتى شيء ستريس لا تقعد تفركس في حاجه دونك خلينا نحكيو لهم على الديزاين بلوتوري حاب احنا شهقنا معناها في الـ في الـ في الـ في الماتيغ اللي مصنوعه منها الوحده ونسينا الديزاين اللي هو السامبل غافيني اللي هو يعجب النساء الكل يعجب الاذواق الكل سورتو اللي احنا معناها الاختيار نتاعنا لازم يكون معناها باش يعجب النساء الكل معناها الاكثريه اللي هي الحاجه السامبل انا نمشي الحقيقه في الحاجه السامبل اكثر من اني باش نختار حاجه ما نعرفش انا تبدا هكا فيها برشا زركيش ولا فيها دوري ولا ماذا بيا حاجه سامبل تمشي لي مع كل شيء دونك هذه هي كيما تراو فيها من قدام ومن تالي كيفاش مزيانه المارك مينوكس نقدم لكم ميناجير نقدم لكم دو بروبوزيسيون نقترحوهم عليكم دونك عندنا الحاجه الاولانيه اللي هي الميني ميناجير اللي يقدم ريحاب وعندنا انا الكوفري الكبير هذا المزيان اللي هو اون بوا ديجا انت كي باش تحطو فوق البوفيه نتاعك ولا باش تخبيه ديجا باش يقعد لك مده طويله برشا على خاطر البوا نتاعو كيما قلنا حاجه دو كاليتي زيد كيف كيف سينون الكبر نتاعها كيما قاعدين تراو فيه توا الكبر هذيا يهز لكم برشا معناها ديجا الكوفري هذيا فيه 49 بيس 49 بيس شو معناها معناها 12 من كل حاجه
12 فرشيتة، 12 سكينة، 12 مغرفة، 12 مغرفة قهوة ولوش كبيرة. دونك هذوما أهم حاجات اللي نستحقوهم في المناجر نتاعنا ولا سورتو على الطاولة نتاعنا كي يجونا نومبر كبير نتاع ضيف. دونك ما نحيروش ما نقعدوش نمدو ساعات، عرفت اللي تحير تبدا عندك حاجة هكا زوز ولا ثلاثة مغرفة تلقاك كعبتين منها وكعبتين منها كعبة من غادي. دونك هذه الفرصة الوحيدة اللي باش تاخذوا سورتو أنا للاستعمال اليومي. بالحق نشجع ياسر على هذيك، سينو نحبوا حاجة مزيانة ودي كاليتي وحاجة مضخمة للعرايس لنسيز ديك كيف اللي يحبوا يعاودوا. علاش اذا كان وحده عرست سي وشريت ما عادش عندها الحق تعاود، دونك مسالش كسر واستعمل وعاود عاود اشري. دونك كيما قلت لكم انا باغاتي اليوم لافخ اللي معانا جوستمون جهين، انت قدمت لوت جام معناها نتاع الجروب سبال في المارك وينوكس، حاجه مضخمه برشا. جينيرالمون لي ميناجير يبداو غامقين شويه لونهم هذا بوا هكا فاتح شويه. ديجا الماركه مطبوعه وينوكس وي لاف كيتشنز، هذا اللوجو نتاع المارك. سينو الحاجه اللي بكري جهين تحكي قالت معناتها كان كي يجيو الضيف مثلا نستعملوا الميناجير، حاجه زاده تيبيكمون تونيزيان ديما في لارجونتيير ولا في البيفيه هذه ما تتمسش، معناتها حاجه دونك هذيك ساكري للزينه كهو. سينو العبيد والامهات اللي يفكروا بالتفكير هذايا نقترح عليكم الميني ميناجير هذه مزيانه على الاخر. الكاليتي نتاع البرقه اللي تقترح عليكم جهين اقوى لقى معناتها البريانس كيفاش المغارف يبرقوا ويلمعوا اقوى من هذه، وهذه ديجا اللي هي انوكسيدابل ديجا ميناجير معناتها البريانس نتاعها واللقا نتاعها تدوم برشا معناتها. دونك سي لونتري دو جام نتاع لا مارك سبال وينوكس بيان سور، مي الي تري بريانت معناها اللقا ياسر ياسر فريمون عجبتني. دونك ياسر حلوه الكوير، شوفوها كيفاش معناتها الديفينيسيون نتاعها الي ديجاجي، المانتيان نتاعها ياسر معناها هكايا براتيك. سينو جهين بربي صارت لك مره انت هكا تبدا تعمل في لافيسيل وتنزل شويه على المغرفه هكا تتعوج معاك ديما تصير كاليتي سافا با، اي كاليتي سافا با. كي نشريو معناها دي كويير تبدا الكاليتي نتاعهم معناتها خايبه، سينو هذوما سوليد سوليد معناتها في ريجيد وسوليد. دونك سوليديتي نتاعهم الي ريماركابل، سينو غافيني على الاخر فيهم هكا فينيس، فيهم توش دو فينيس معناتها غافيني على الاخر. سينو تلقاو سي كويير صغار، تلقاو سته مغارف كبار، تلقاو سته فراشت، وتلقاو سته سكيكن. دونك الميني ميناجير هذيا متكونه من 24 بيس. دونك حاجه للاستعمال اليومي، حاجه براتيك، حاجه تزين لك طاولتك. كان انت مثلا معناتها تحب تتلم عائلتك بحاجه مزيانه، نعرفوا مناسباتنا في تونس كلهم بالماكله، دونك مش كان كي يجيو الضيف معناتها تستعمل ميناجير كبيره، خاطر هذه كمان مش في الاستعمال اليومي اللي تقدمها جهين، خاطر فيها تبارك الله ما شاء الله 49 بيس، هذه 24 بيس. دونك تنجم حتى تستدعى اصحابك، والكوفير نتاعها مزيان برشا معناها تخيلوها معناتها هكا فوفه في البابي موشوار. دونك ان كوفير تري تري رافيني مزيان برشا مدخن برشا مالغري سي لونتري دو جام نتاع وينوكس، معناتها ماهيش الاوت جام كيما اللي تقدمها جهين. دونك سته مغارف، سته سكيكن، سته مغارف صغار نتاع قهوه، وسته فراشه، حاجه براتيك، حاجه رافيني، حاجه مزيانه على الاخر. مشاهدينا فاش تستناو عاد كلمونا على 71 84 74 05، خاطر اول مره في معناتها لا مارك وينوكس تقترح عليكم اون ميني ميناجير. معناتها جينيرالمون كنت حاب تشري شويه مغارف وشويه سكيك كنت تمشي تشريهم هكا مفرقين ويبداو دو موفيز كاليتي، سينو هذه الكاليتي ا نو با راتي. معناتها نقدموا لكم ميني ميناجير فيها 24 بيس، فيها 24 بيس، والميناجير الكبيره فيها 49 بيس. دونك حاجه فريمون ياسر مزيانه، ياسر رافيني، ياسر ريجيد. كلمونا على 71 84 74 05 كان تحبوا تتحصلوا على الكرون فورما ولا الميني فورما. مشاهدينا سي اون اوكازيون ان اوباراتي، تعرفونا في الفيترينا ديما نقترح عليكم لي بونز اوكازيون لي بونز افير، تلقاوهم كان لهنا اون اكسكلوزيفيتي. دونك كلمونا على خاطرنا ديما مدليكم. سينو جهين كنت تحب تزيد حاجه، كنت نحب تنصح مشاهدات حاجه، نحب نفكركم في الكري 299 الميناجير الكبيره و 69 دينار الميناجير الصغيره اللي هي انا باغاتي. نعرفوا نسي الكل ما نعرفش هما وين يمشيوا المغرف والفراش توسكي، شوفوا المغرف الصغار، شوفوا المغرف الصغار عمرك لا تلقاهم معنا. سينو نحب نذكر رحاب الميناجير اللي قدامي فيها 49 بيس، راهو معناها ومعاها لوش، ومعاها اللوش اللي نحب نوريه لكم اللي هي زيد كيكي لوش غارقه ومزيانه حلو.
مشاهدينا كلمونا على نمرو تليفون اللي هو 71 84 74 05 اللي من خلاله باش تعطيو الكوموند نتاعكم توصلكم الكوموند نتاعكم ديما نقول ادوميسيل. دونك مشاهدينا عندنا الباج فيسبوك لا فيترين عندنا الانستغرام تاعنا زاد كيف لا فيترين. الحلقه اذا كان فاتتكم اليوم ما فيها بيس ما فاتكم حتى شيء شين يوتيوب نتاعنا موجوده نجموا تعاودوا من خلالها تفرجوا على الفقره هذه والا الفقرات الاخرين الموجودين في البرنامج. وهكاك اذا كان يعجبكم اي برودوي نمرو التليفون ديسبونيبل على ذمتكم 71 84 74 05. سينو رحاب ذكرني شنو اخر على نمرو التليفون لاباج شين يوتيوب سيت نتاعنا زيد سمارت شوبينغ ادخلوا تلقاو الفاريتي نتاع لي برودوي نتاعنا الكل تنجموا تتحصلوا عليهم. مشاهدينا الفقره هكا وصلت النهايه نتاعنا اقعدوا ديما تابعوا قناه كارتاج بلس وبرنامج لا فيترين. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا اهلا وسهلا بكم في فيترينتنا المزيانه. نرجع في الكاتيجوري بيانيتر يحضر معنا باك مزيان برشا نتصور برشا نسي باش يهتموا بيه على خاطر هو ضد علامات التقدم في السن. شكون ما يحبش يحارب لونتيغيد؟ شكون ما يحبش يحارب علامات التقدم في السن؟ الباك نتاعنا اسمه لو سوان اكستريم اسكارغو ا باز دو باف ديسكارغو. دونك حاجه مهمه برشا تلقاو فيه اون كريم دو جور وتلقاو فيه ان جيل دو نوي مع بعضهم يضمنوا لكم حمايه لبشرتكم من عوامل التقدم في السن. يعملوا ان انتيغيد ناتوريل انتي اوكسيدون ناتوريل حاجه مزيانه برشا. دونك كلمونا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون كان تحبوا تتحصلوا عليه. جيهن تو سكي بيانيتر لازمنا à partir من ان سارتان اج نبداو نعتنيو بالبشره نتاعنا ما نقولوش لي مازلت صغيره ولا نصور من الفانتين واحد يعمل وقايه بريكوسيون معناتها بشويش ويقعد ديما انتاكت يقعد ديما في مظهر جيد. دونك الباك نتاعنا مهم برشا ديما نقولوا اللي العنايه بالبشره لازم تكون من عمر ا partir من الفانتين هكاك نبداو نتلهيو بالبشره نتاعنا نتلهيو شنو معناها لي سوان ماذا بينا نكثروا من لي سوان نحاولوا اذا كان فما حاجات ناتوريل وبيو نستعملوهم ما نستعملوش لي برودوي شيميك اللي هما ينجموا يضروا البشره نتاعنا حتى لو كان يعطيونا افي راهم بعديك بالوقت باش نفيقوا بالحاجات المعنيه اللي تضر البشره اللي باش نلقاهم على الوجه نتاعنا. سينو الباك اللي معنا اليوم يقدم لنا حاجه مزيانه ناتوريل انوفونت نحكيو على الباف ديسكارغو اللي هي الماتيير برينسيبال اللي مصنوع منها الباك نتاعنا. هذه الباف ديسكارغو حاجه هايله برشا ريحه بيجيش البالك اللي الماده اللزجه هذيك اللي خرجها الحلزون عندها فوائد كبيره 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 على البشره نتاعنا. سورتو نحب نقول اللي راهو كي نقدموا لكم معناها كريم والا باك صح اكثريه نسيت تلقاهم هما يحبوا معناها يستفيدوا من لي برودوي هذوما. زاد فما رجال عندهم مشاكل في الوجه نتاعهم نجموا زاد هما يستعملوا البرودوي نتاعنا هذيا. دونك خليني نحكي عن سالي هما ياسر يتاثروا اللي هما الوجه نتاعهم فريمون يعني لهم على الاخر وماذا بيهم ديما يبداو في مظهر لايق. ديما نقول اللي الوجه نتاعنا يمثل 80% من المظهر نتاعنا. دونك ماذا بينا ديما نستحفظوا على الوجه نتاعنا نستحفظوا عليه من الشمس نستحفظوا عليه من العوامل الخارجيه اللي لبرا. دونك احنا نقدموا لكم حاجه باش تستحفظوا على الوجه نتاعكم وانتم لبرا وتستحفظوا على الوجه نتاعكم زاد كيف وقت اللي تروحوا للدار. واحنا نبداو سي بون ريلاكسي في الدار فمش ستريس من حتى شيء. دونك نقدموا لكم دو كريم. خليني نحكي على الباف ديسكارغو قديش عندها فوائد على معناتها تو جاي مش تحكي على الماتيير دو باز نتاع الباك نتاعنا. بيان سور الماتيير دو باز المصنوع منها الباك نتاعنا هذيا اللي هي الباف ديسكارغو كيما قلت لكم اللي هي وسيله لتنظيف وتجميل البشره. الساعه اول حاجه هذيا اللي هي باهيه برشا نحكيو على البشره قديش مهمه ونحكيو على الماتيغ اللي تخرجها الحلزونه هذيا اللي تنحينا الجلد الميته. تعرف رحاب فما برشا بنات ينجموا يستعملوا مكياج ويعملوا حاجات في وجوههم وما ينظفوش. دونك ديما ناكد على التنظيف نتاع الوجه وانت قبل ما ترقد لازم راهو ديما تنظف الوجه نتاعك قبل ما ترقد تعمل القماش تنحي لك الجلد الميت وان بلوس الكريم اللي نقدموها هي باش تساعدك باش تنحي لك الجلد الميت اللي موجود في البشره نتاعك اللي هو ينعكس عليها من بعد بحاجات خايبه برشا. سينو رحاب هو ينحي ينظف الاكني نشوفوه حتى زيد كيف ينقص في لي غيد اللي يطلعوا لنا في ساعات القوم عمرهم صغير اما تلقى عندهم لي غيد معناها على بكري. دونك ماذا بينا
اللي يبداو عندهم لي ريد ماذا بيهم يستحفظوا شويه باش ما يكثرلهمش لي ريد هذوك معناها بالوقت وعلى القدام. والباف ديسكارغو تخرج لنا الماتيير اللي هي الكولاجين اللي احنا بالوقت نفقدوها. دونك الكولاجين هو شنو ريحه؟ دونك هي قالت جين الكولاجين يتفقد بعامل التقدم في السن. الكولاجين هي ماتيير معناتها نتولدوا بها، كل ما نتقدموا في العمر يبدا الكولاجين ينقص بشويه بشويه حتى يبدا يظهروا لي ريدول الصغار ومن بعد يظهروا لي ريد كاريمون. دونك كيما تشوفوا الحاله زونه هذيه ولا الببوشه كل منطقه كيفاش يسميوها. هي تو خفت مني شويه دخلت للكوكي نتاعها. دونك الماتيير هذيه الباف ديسكارغو سي ان انتي ريد ناتوريل من اقوى ما فما تو في معناتها في الدومين نتاع لي ريشيرش ريسامون. الانتي ريد اللي اقوى ما فما تو هو الباف ديسكارغو، معناتها حاجه ناتوريل وقويه برشا لمحاربه التجاعيد. سينو الكولاجين شنو هو؟ الكولاجين والليلاستين والبروتين سو سون دي برينسيپ اكتيف. دونك الباف ديسكارغو هذيا مشاهدينا هي سورس ناتوريل نتاع لي برينسيپ اكتيف هذوما اللي نشريوهم في برشا معناتها دي كريم اسوام غاليه برشا، اور هي من عند ربي سبحان الله موجوده في الباف ديسكارغو هكايا بطريقه طبيعيه. دونك الباف ديسكارغو ولا الماده اللزجه التي تنتجها الحلزونه هي سورس معناها طبيعيه نتاع لي برينسيپ اكتيف كما قلت الكولاجين الليلاستين البروتين. سينو سورس كبيره زاده نتاع فيتامينات سورتو الفيتامين ا الفيتامين سي والفيتامين او. دونك الكومبوزيسيون الكومبينيزون هذه نتاع الفيتامينات ونتاع البرينسيپ اكتيف شنو باش تعمل؟ باش توحد لون البشره، باش تقاوم التجاعيد وتوخرها بشوي بشوي، خاطر نعرفوا معناتها فما تجاعيد تظهر معناتها مع التقدم في السن، وفما عباد ديجا معناتها بالوراثه بعامل الوراثه يبداو عندهم تجاعيد. دونك هذه الفا استومبي معناها لي ريدول يظهروا في وجهكم. كما قلت الكولاجين يتفقد بعامل التقدم في السن، لاستيسيتي دو لابو معناتها تنقص بشويه بشويه، فما حتى برشا عوامل خارجيه كما نقص شرب الماء، كما قال جهين اللي ما ينظفش وجهه بالكدا اللي ما يعتنيش بوجهه بالكدا. دونك الباك هذا لو سوا اكستريم اسكارغو باش يضمن لكم الحاجات هذوما الكل. سينو لا كريم نحكي زاد رحاب على العباد اللي عندهم لي تاش برون، ونعرفوا قداش فما نساء تعاني من لي تاش برون كو سوسوا بالشمس. فما عباد البوم تاعهم سنسيبل دونك الشمس هذيك كيف تتعرض برشا البشره نتاعنا للشمس دونك تخرجنا لي تاش برون، والا نسي الحبيله اللي مع الحبيله دونك يطلعوا لهم لي تاش برون، ولا فريمون حاجه تقلق على الاخر معناها في الوجه الكريم هذيا دونك باش ديريكتومون. نزلنا نحكي معناتها اون فيز لا باف ديسكارغو شنو هي المنافع نتاعها. دونك نذكر مشاهدينا يحضر معنا باك اسمه لو سوا اكستريم اسكارغو من الماركه الاسبانيه باباريا، فيه كريم دو جور وفيه جيل دو نوي. دونك جيهين شنو باش تحكي انت تو على معناتها خاطر هما دو كريم مع بعضهم يوفروا لك الحمايه كما قلت ضد التجاعيد، يوحدوا لون البشره، يعطوك اشراق، يعطوك نظاره، متكونه من دو كريم الباك المزيان نتاعنا. جيهين دونك باش تحكي على الكريم، وانا باش نحكي لكم على الجيل اللي كيما تراوه يتقدم لكم بالشكل هذا. الساعه البوات ياسر مزيانه ياسر مزيانه معناها حلوه. دونك المارك باباريا لا مارك اسبانيول، نحب نعاود نفكر لا مارك راهي اسبانيول تقدم لنا الكريم هذيا. انا اللي قدامي دونك هو جيل، جيل الاستعمال نتاعو باش يكون بكونتيتي مش كبيره برشا على خاطر هو جيل كونسيستون. نشوفوه معناها على بيورمون معناها بيورمون الباف ديسكارغو. دونك فوالا كيما غادي نشوفوا فيه لابليكاسيون سي فوالا. دونك هذيك هي دونك لابليكاسيون سي لا برشا نعملو كوش على الوجه نتاعنا سي قبل كل شيء، ننظفوا الوجه نتاعنا بالكدا بالكدا. الاستعمال نتاعو ليلي علاش؟ على خاطر البو تبدا مرتاحه، تنجم في عقلها تتشرب البرودوي هذيك، والافيكاسيتي تكون خير، البدن ريلاكس ماهوش متقلق من حتى شيء، مش معرض للشمس، ماهوش بستريس نتاع اي حاجه معناها. دونك البو نتاعنا مرتاحه تنجم هكاكا في عقلها تتشرب البرودوي. دونك فوالا كيما قاعدين تراو فيه، انا قاعده نجرب لكم على يدي مي سينو على الوجه راهو ياسر ياسر حاجه طايره على الاخر بالحق. ديجا ريحه بينا ملي حطيته ريحه اليكس ريحه بنينه برشا، وتحس ديجا هكا قش عليه حاجه كي قاعده تكشيك شويه في يدك. دونك هذيك تتفاعل مع البشره نتاعك. دونك هذيا جيل اللي انا معايا كيما قاعدين تراو فيه. السوم نتاع الباك هذيا السوم بلوتو نتاع الكريم هذيا البوات هذيا 49 دينار. دونك البوات اللي معايا هذيا
السوم نتاعها 49 دينار. اذا كان عجبتكم وتحبوا تتحصلوا على الجيل نجموا تاخذوه وتكلمونا على نمر التليفون 71 84 74 05 باش فيسبوك نتاعنا لا فيترين، تنجموا تعديو من خلالها الكوموند نتاعكم وتوصلكم 40 توصلكم 48 ساعه. سينو اللي حاب باش تحكي لنا على الكريم كريم فوالا دونك جين جيل عجبني برشا والاستعمال نتاعو ليلي على خاطر زاد فيه لي زويل ولي زويل ديما دو بريفيرونس نبعدو معناها على الاكسبوزيسيون للشمس كيما قال جين. دونك جيل حكيت عليه حاجه تستعملوها ليلي لي تري ريلاكسون. سينو لا كريم ديما ناكد على الاستعمال معناها اون باراليل تستعملوا الجيل وتستعملوا لا كريم. هذه سي اون كريم دو جور الي تري هيدراتانت بالطبيعه الباز نتاعها الباف ديسكارغو كيما قلت لكم باف ديسكارغو معناها الماتيير دو نتاع الباك نتاعنا ديك علاش اسمه لو سوا اكستريم اسكارغو خاطر مركز بالباف ديسكارغو بكميه كبيره برشا. سي اون كريم دو جور دونك كيما قلت شنو لي في ديريكت نتاعها ليدراتاسيون معناها الترطيب وترطيب مهم بشره للبشره باش ما تكونش معناتها فيها لي سيلول مورت. شنو تعمل الكريم هذيا ال ريبار لي تيسو دونك تجدد الخلايا. سينو استعمل الباك مع بعضه معناتها الجيل والكريم يعمل كل بيلينغ دو للبشره نتاعك. شو معناتها بيلينغ دو؟ معناتها تقشير خفيف للخلايا الميته كوم سي نحيت تو سكي معناتها خلايا ميته من البشره نتاعك، نحيت ماسك معبي بالخلايا الميته لي بوين نوار تو سكي معناها جلده من البشرة متاعك ونظفت وجهك وعملت معناها دي برانسيب اكتيف ديريكت في البشرة متاعك على خاطر كما قلنا الباف ديسكارغو اللي تري ريش ان برانسيب اكتيف. دونك الكريم هذية ساعة الريحة متاعها اللي تري زابيزانت. شوفوا كيفاش ال سانفيلتر تري تري بيان دون لابو معناتها لا تقعد هكا لزجة لا تقعد هكا وجهك مزيت نو معناتها اللي ماتيفيانت معناتها الفيني نتاعها مات على الاخر. تنجموا تستعملوها ان طونك باز دو مكياج قبل ما تمكيجوا ولا قبل ما تعملوا ليكرون سولير نتاعكم تنظفوا وجهكم بالكدا وتستعملوها معناها افيك ان مساج سيركولير على البشره نتاعكم الكل. فريمون فوز الي غارونتير دي ريزولتا اوبتيمال. دونك هي توحد لون البشره، هي سي ان انتي ريد ناتوريل تنحي الشوائب تعادل نسبه الميلانين. شو معناها الميلانين؟ هي كيما حكيت جيهان على لي تاش برون اللي يظهروا بالشمس. دونك اي تاش مع حبه ولا تخاز نتاع اكني وتزيد تعرضها لاشعه الشمس هذيك باش تقعد لك تاش برون. دونك دو بريفيرونس تستعمل الجيل في الليل وتستعمل الكريم هذيا كريم دي جور الصباح حتى تشوف كيفاش وجهك بشويه بشويه يبدا يتبدل. راهو الريزولتا ما تلقاوش من جمعه لجمعتين، ديما ناكد الريزولتا ابارتيغ دو معناتها من الجمعه الرابعه للجمعه السادسه استعمل باش تلقى نتائج ملحوظه على البشره نتاعك. دونك ليتيليزاسيون ريغولير حاجه مهمه برشا في كل برودوي نقدموه الباك مع بعضه معناها تتحصلوا عليه معناتها في امبلاج مزيان برشا ايدي نتاع كادو لانيفيرسير صاحبتك امك اختك انت زاد دلل روحك علاش لا. سينو الكريم فيها زاد ان اس بي اف يحميك من اشعه الشمس دونك حاجه مزيانه على الاخر. اس بي اف خفيف معناتها مش سي با ان اكران سولير اس بي اف 20 دونك باش يعمل فلتر على تو سكي عوامل خارجيه هو بارد شمس سخونه دخان كراهب دونك باش يعمل كل فلتر على البشره نتاعك باش ما تتاثرش بالعوامل الخارجيه. دونك لو سوا اكستريم اسكارغو حاجه مزيانه برشا. ننصحكم مشاهدات والمشاهدين زاد جايين ديما تقول الحاجه معناتها كونسيرنون البيانيتر مش حكر كاين على نسير جيل زاد كان تحبوا تدلوا روحكم علاش ليه وتحاربوا زاد على مية تقدم في السن بحاجه طبيعيه باف ديسكارغو ما فيها شيء. كلمونا تاتا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون 71 84 74 05. جايين ذكرنا جوست نحب نذكر في دونك احنا الباك نقدموه دونك عندنا لي دو هذوما الصوم نتاعهم 89 سينو اذا كان عجبتكم عندك كريم دو جور تحب تاخذ جيل دو نويت تنجم تاخذ البوات 49 دينار سينو تنجم معناها زوز مع بعضهم 89 كيما قلت لكم صوم البوات 49 دينار. عندك ياخذوا زوز يطلعوا رابحين خير جيل بيان سور رحاب واحنا ديما ماذا بينا ناكدوا انهم ياخذوا زوز على خاطر ديما البروتيكسيون كثير خير و تلهي وجهك في النهار تلهي وجهك في الليل دونك هذه حاجه هايله على الاخر والمراه اكيد باش تشيخ على الوجه نتاعها اذا كان تلقى ريزولتا سورتو مع الشهر الاولاني على خاطر لا مارك باباريا ديما الريزولتا نتاعها حاجه باهيه برشا. سينو الفقره نتاعنا هكا وصلت للنهايه نتاعها مازال دي برودوي اخرين يستنوا فيكم وقعدوا ديما على برنامج في برنامج لا فيترين مع قناه كارتاج بلس. Le pack soin visage extrême escargot, mais le marque à l'Espagne à Babaria. Le pack met kaon men deux produits,
كريم دي جور هيدراتونت توفر لك حماية ضد أشعة الشمس، غنية بمستخلصات الباف ديسكارغو واللي أثبتت فعالية كبيرة برشا في حماية البشرة من الترهلات والبقع الداكنة والخلايا الميتة، فضل كمية الكولاجين الطبيعية اللي فيها واللي ترجع للبشرة للإلاستيسيتي ناتوريل، وما ننساوش كمية الفيتامينات الكبيرة كما الفيتامين A, C و E. استعمالها يكون يومي لضمان بشرة صافية وتخيز إدغاتي. أما جيل نوتريتيف يعمل على تقشير خفيف للخلايا الميتة في البشرة وعنده أنيفي سيكاتريزان، فضل باف ديسكارغو واللي تمثل ثورة في عالم التجميل، خطر عندها أنيفي أنتيغيت تخي بويسان وتعالج مشاكل كبيرة كما الأكني، البو غراس والبو بيغمانتي. استعماله يكون في الليل على بشرة نظيفة. لوباك سوان إكستخيم إسكارغو لضمان بشرة مشدودة خالية من الشوائب والترهلات. رجعنا معكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا، اهلا وسهلا بكم. احنا موجودين توا في كوجينه الفيترينا، كوجينتنا المزينه، باش نقدموا لكم حاجه ان باغاتي بالحق. شكون ما يحبش فينا الكريب كوسوا سالي ولا سكري؟ سي ان فري ديليس الكريب، سي ان كلاسيك في الكوجينه اللي ما نتخلاوش عليه واللي يسهل لنا هكا نبداو جعانين. كريب معناها كان نحبوا نحليو نعملوها سكري، كان نحبوا هكا نشبعوا بكريب معناتها وما رزنوش رواحنا برشا نعملوا كريب سالي بتونو الفرماج، سي ان فري ليس. دونك نقترح عليكم اون كريبيير مزيانه برشا من الماركه الالمانيه كلاترونيكس، وهم 19 دينار، حاجه بروفيسيونيل. دونك نتوما قول عليكم باش تمشيو تعملوا كريب البرا، خاطر نعرفوا صغار ولا ديما عندنا لامبريسيون الكريب نتاع الشارع ولا نتاع لي ريستورون ابن من الكريب اللي نعملوها في الدار. لا، الفكره هذيك غلطه، خاطر تو باش توليو في الدار تعملوا كريب بنينه وبروفيسيونيل كيما يعملوها البرا بالضبط. هكا ولا جيجي؟ بيان سور رحاب، انا من المحبين نتاع الكريب، نموت على الكريب على خاطر خفيفه بنينه تشبع من غير ما تثقلك. دونك هذه حاجه بنينه برشا، سورتو زيد كيف الصغار، نعرف الصغار كيما كنت تحكي عليهم زيد اللي حاب الصغار ديما ماذا بينا نودوهم بحاجات هكايا بنين خفيف، سورتو اللي ما يحبوش برشا برشا الماكله ويقلقونا. دونك نقترحوا عليكم كريبيير، كريبيير ياسر ياسر براتيك على خاطرها تخدم بالكورون، مش تقعد قدام الغاز، يعني تنجم حتى لو كان انت الغاز نتاعك قاعده تطيب عليه ولا حاجه وتحب تعمل حاجه خفيفه او ميم طون لصغيراتك، دونك هي تحطها بجنبك وتعمل الكريب نتاعك وانت اليز. الحاجه اللي هي فيها اللي هي اونتي اديزيف، دونك الماتيغ اللي مصنوعه منها الكريبيير نتاعنا اللي هي اونتي اديزيف، ما تشدش ما تلصقش ما تعملش ريحه. هذه حاجه مهمه برشا انها تكون في الكريبيير، مستنسين ديما الكريبيير اللي هي على القليه اللي محطوطه بلوتو على الغاز، اللي نحطوها على الغاز. دونك هذه تخدم بالكورون، فيها انديكاتور رحاب نتاع تمبيراتور اللي هي تنجم تحط عليها التمبيراتور اللي انت تحب عليها، مثلا تحب طيب كريب والا تحب تعمل البانكيك. دونك البانكيك زيد هو كيف بنين على الاخر. سينو رحاب فما حاجات تونسيه اللي نسيت داك في المطعم، شنو رايك اللي كنا نعملوا فوقها ملسوقة جوست قولك في الملسوقة. أما احنا مش باش نعمل ملسوقة اليوم، الفكرة أوريجينال معناتها هي على باز كريبيير تعمل معناتها الكريب، سينو كيما قال جيهان تنجم تعمل فيها البانكيك، تنجم تعمل فيها الملسوقة، تنجم تعمل فيها زادة فما هكا لي ساندويتش لي بانيك اللي تنفخوا هكا يتحطوا هما على القلية تولي تنفخوا، تنجم تعمل لي بتي بيتزا هكا الصغار، بيتزا زادة كاريمون تنجم تعمل بيتزا موين، بيتزا كبيرة هكا بيتزا موين، أي حاجة مزيانة على الآخر. سينو جيهان مع الكريبيير تلقاو سباتول هذيا، تعرفوها الاكسسوار هذه اللي يتاليو بها يعملوا بها يتاليو بها الكريب هكا، كالفازه هذيك يدوروا بها هكايا. دونك حاجه مزينه. سينو جيهان الحاجه اللي عجبتني تنجم معناتها حتى العباد اللي عندهم بالكون ولا اسباس اوفير ولا فيراندا ولا حاجه يهزوها كارمون يحطوها فوق الطاوله ويبداو معناتها صغيراتكم دايرين بكم عاملين امبيونس معناتها حلوه برشا غراس للكريبيير هذه من الماركه الالمانيه كلاترونيك اللي تحضر معنا سومها 119 دينار. مشاهدينا كان تحبوا تتحصلوا عليها تكلمونا على 71 84 74 05. جيهان كي نعمل كريب كل ما نخرجوا جيهان لازم تعمل بوست كريب. دونك انا حبيت نعمل كريب وين نصور في البرنامج، حبيت نعمل كريب تحبها نموت على الكريب سالي بالفخماش. اما انا بيسك نموت على الكريب باش نعمل كريب في الاستوديو في البلاتو لهنا باش نعمل لكم انا كريب. ديجا جبت لي زانغريديون الكل اللي حاجتي بيهم، دونك فوالا سخنوها، حطيت البريز خدمتها، حطيت البريز خدمتها، حطيتها في التمبيراتور اللي انا نحب عليها. دونك فوالا هذه البول نتاع الكريب نتاعي، نحركها شويه بيان سور، عملت سخنت سي بون فوالا. دونك انا باش نجربها، اي بيان سور تسخن في صفيصه فوالا، دونك نحط الحس نتاع التشتيشه نتاع الكريب. دونك انا باش نعمل
كعب هكا وجيني الكريفيس تحضر عليه قلت سي لا كوزين فاسيل ورابيد على خاطر تبدا جيعانه فيت في تعمل لاباري نتاع الكريب وتقل الكريبيير تبرانشا في البريس وتحضر البات معناتها سهله تنجم حتى تحضرها اون افونس تخبيها في الفريجيدير ومن بعد هي بتبيعتها تقعد هي تقعد رحاب حتى نهارين تقعد حتى ثلاثه بيان سور اذا كان ما كملتش وكليت دونك فوالا شوف رحاب قداش قداش محليها دونك الحراره تتوزع على البلاك الكل بطريقه متساويه في ساعه تسخن تتحكم انت في في التمبيراتور بالانديكاتور هاكا معناتها فاسيل ا يوتيليزي عندك الفويون لومينو اللي يوريك معناتها الحراره قاعده ولا التمبيراتور قاعده معناتها الي ستابل دونك نعاودو نفكروهم جوست ريحه في السوم لو طون اللي هي ثابت السوم نتاعها 119 دينار دونك السوم هذيا ريزونابل على خاطر هذيا دونك مش كريبيير اسمها كريبيير تعمل لي كريب تعمل لي بيتزا تعمل بها البانكيك تعمل بها كيف كيف لنسي المغرومين في رمضان حبيعوا الملسوقة ديري نتاعهم هما وحدهم من غير ما يشريو دونك هذيا ياسر هي لو طياره نجموا تعملوا بها زيد كيف كيف الغرايف زيد قالولي تنجم تعمل بها زيد كيف كيف الغرايف سينو الخبز اللبناني اللي انت قلت عليه زيد السوم نتاعها 119 دينار هذيا الكريب هذي اذا كنت تحبوها توصلكم قدام باب الدار نتاعكم تكلمونا على نمر التليفون 71 84 74 05 سينو عندنا الباج فيسبوك اللي هي لا فيترين توا تدخلوا على الباج فيسبوك تعديوا الكومونت نتاعكم الاسم واللقب ونمر التليفون تكون الكريبيير هذيا قدام باب الدار عندكم سينو رحاب عندنا شين يوتيوب اذا كان فاتتهم الفقره شين يوتيوب سينو انا خليني نشوف الكريب نتاعي اللي جاي نتحضر لي كابت الكريب هذيك الاولانيه باش ناكلها انا شين يوتيوب تنجموا تعاودوا تفرجوا في حلقتنا اليوم ولا حلقات سابقه كنتوا تفرجتوا فيهم في قناه كارتاج بلس برنامج الفيترينا يقترح عليكم كريبيير ياسر 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 حلوه استيتيكمون بارلون سي بروفيسيونيل معناتها كي تشوفها هكا تقول عليك معناها عندك كلكو شوز دو بروفيسيونيل مزيان على الاخر معناتها اكسسوار دو كويزين يزيد يزين الكوجينه تنجم تحطها في كوجينتك تنجم تخرج بها اسباس اوفير البرا تعمل فيها لي كريب وتعمل فيها لي زوتر سالي الكل اللي تحبهم كسوا دي بيتي بيتزا بانكيك غرايف كما قال جهين الملسوقه اللي مغروم في سيدي رمضان يعمل ملسوقه سينو اي حاجه تيب هكا بشالور وبتمبيراتور معناها قويه دوبا ما نحطوها على اسباس انتي اديزيف دونك ما تلصقش حاجه براتيك لا مارك الماند كلاترونيك تقترحها عليكم من خلال لا فيترين اون كريبيير فريمون انغتابل نشوفها اليوم جهين حط لي بزيت شوكولا تعرفني نحب الكريب نحبها سالي اكثر اما حتى سكري ما نقولش لي سورتو فطور الصباح نجمو زادا جهين الصباح معناتها نعملو فيت في كريب اون فوا برانشيت البريز راهو ماكش تقعد تستنى برشا تسخن غابيدمون تعمل بها جوست معناتها هكا حضر معناها لاباغي نتاع الكريب دافونس باش فيسع فيسع تسهل على روحك العمليه حاجه سهله حاجه براتيك تربحك في برشا وقت حاجه بنينه صحيه خاطر باقل ماتيغ غراس خاطر البلاك ما تلصقش سينو عندكم الاكسسوار هذايا اوفير مع الكريبيير سومها 119 دينار حاجه ياسر ياسر براتيك مشاهدينا كان تحبوا حصلوا عليها تكلمونا توا على وسائل الاتصال المتاحة على شاشة التلفزيون 71 84 74 05 لا فيترين كسوا على الفيسبوك ولا الانستغرام تنجموا تعديو كوموند الاسم واللقب ورقم الهاتف وميساج بريفي سينو عندنا الشين يوتيوب نتاعنا سمارت شوبينغ زاد السيت من خلاله تنجموا تدخلوا تشوفوا لي برودوي اللي عندنا الكل جهن وين وصلت الكريب نتاعي دونك رحاب قنيت سي بون هي تابت دونك اني نحب نضج شويه كيما عملتها جهن نحب كليتاش هذوم كتبدا تعشي كريب نتاعي دونك بلينا كريب كيما صغاركم يحبوها في لي ريستورون تو فما جهين معناتها دي معناتها بلايص يبيعوا لي كريب سبيسيالمون للحاجه هذيا دونك عندهم الاكسسوار هذيا فاسيلمون تعملوا الكريب وانتم قاعدين في دياركم مرتاحين انتم زيد قاعدين في دياركم مرتاحين باغ ان سامبل كود تليفون تكلمونا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون باش تتحصلوا عليها جهين سينو بيبا انا عملت لك سكري ياسر 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 بنينه جهين سي معناتها سي الحاجه اللي تموت عليها بالحق وين ما نخرجوا هكا في بروماناد ولا حاجه لازم نعملوا بوست كريب هي تحبها سالي انا نحبها زاد سكري الكريب حاجه رابيد حاجه فاسيل وحاجه معناتها ستان فري ديليس يحبوها الكبار والصغار وما تاخذش برشا وقت مشاهدينا دونك انا ديبا تحصلوا عليها كلمونا تو خاطر نجم ستوك يوفا ما تخلطوش على حاجه مزينه هكا دونك فوالا انا نودك بالكريب هذيا كريب سكري شوكولا بانان لوز فوقها كيف كيف مروج دونك هذيا باش ياخذها تصور انت معناها الصغير نتاعك تبدا متهني عليه ياكل شبعان كلها فيتامينات حاجه تنشط بنينه في الصباح بنينه في
الليل بنينا في الصباح بنينا في العشيه بنينا في اي وقت انت تحب تعمل كريب دونك البريباراسيون تاعك تبدا هي ديجا حاضره والا تحضرها نعرف الكريب هي من اسهل ما فما الكريب اللي باش تحضرها دونك في ساعه في ساعه تحضر الكريب نتاعك ياسر بنينا انا نموت على الكريب كيما قلت لكم هي ديجا هي انا نحب نموت على السكري نموت بلوتو على السالي ام سكري هكا نحبوش برشا برشا ما دو طون سون طون نعمل هكا كعبيت سكري ان شاء الله الكريب ان شاء الله الكريبيير بلوتو اللي تحضر معنا اليوم ان شاء الله نلت عجبكم ان شاء الله عجبتكم بيبقى اكيد تقول لكم معنا قداش الكو بنين قداش البات فين قداش بنين لي بروفيسيونيل معناتها كوم سي ناكل في كريب مشيت البلاصه سبيسيالمون يعملوا فيها ابن كريب خاطر فيت في خاطر الشالور اللي موجوده لهنا في وسط في وسط الكريبيير مش نجم تحصل عليه ملي كنا نتاع الغاز اي جوستمون الحاجه اللي عجبتني الكونسيستانس نتاع البات البات ماهيش كل رهيفة على الاخر دونك تاخذ كعبه كريب تاخذ كعبه كريب فريمون تشبع تشبع تهز شبعتك بالقدام معناتها كعبه كريب تشبعك خاطر الفورما كبيره نتاع الكريبيير نتاعنا كعبه نصور سي بون على خاطر تعرفوا في الدار كي نعملوا في الكريبيير الصغيره نعملوا كعبه واثنين وثلاثه باش نشبعوا هذه كعبه واحده الفلافه الحمد لله دونك احنا المهم اللي احنا نحكيوا عليه لهنا اللي هي اونتي اديزيف شوفوا هنا كيف كملت ميم با قعدت فيها حتى حاجه دونك التنظيف نتاعها زاد كيف ساهل ماذا بينا بايبونج والا ماذا بينا بابي مشوار الاستعمال نتاع الحديد ماذا بينا لي حاجات بلاستيك كيما هكايا دونك البلاستيك الصحي زاد كيف ماذا بينا نستعملوا به سينو مشاهدينا هكايا الفقره وصلت للنهايه نتاعها ان شاء الله نحب جوست نوريهم التكستور نتاع الكريب محلاها معناتها كان يتابعوني بالكاميرا الي بارفيت والبنه معناتها بنينه على الاخر وشوفوا محلاها معناها فيها لي زيتاج معناتها كوم سي عملت حاجه في البرا مش في الدار دونك الحاجه بها هذه اللي ديجا حكينا فيه قلنا غراس غراس للكريبيير هذه اللي فيها شالور وفيها بلوتو تمبيراتور اللي هي عاليه برشا تخليك تطيب البات فيسع فيسع وهي فين ما تستحقش برشا وقت سينو مشاهدينا اذا كان عجبتكم الكريبيير اللي تحضر معنا اليوم تلقاوها تجيكم باب الدار اذا كنت تكلمونا على نمبر التليفون 71 84 74 05 سينو عندنا وسائل اتصال اخرين متاحه لازمتكم اللي كما قاعدين تراو فيهم على الشاشه تنجموا من خلالهم تعزيو الكوموند نتاعكم سينو لي برودوي هذوما ودي برودوي اخرين تلقاوهم ديما في برنامج لا فيترين افيك دي بري امباتابل لي كاتيجوري الكل ديما حاضرين معنا في برنامج لا فيترين سينو الحلقه هكا وصلت للنهايه نتاعها كملنا فقراتنا الكل ان شاء الله لي برودوي اللي قدمناهم اليوم عجبكم مشاهدينا اقعدوا ديما على قناه كارتاج بلس باش تيخو بالافاريت مع برنامج لا فيترين مشاهدينا الحلقة هكا وصلت للنهاية نتاعنا نشكر تفاعلكم معنا على نمبر التليفون 71 84 74 05 سينو اللي فاتتو حلقة اليوم ينجم يعاود يتفرج عليها على شان يوتيوب نتاعنا لا فيترين سينو انا نحب نشكر لي سبونسور نتاعنا اليوم في الحلقة هذيا وفي البرنامج الكل نشكر سان ديكور على لي ستور المزيانين في الكوزين نتاعنا والكوفرستار اللي حل القاعدة هذيا دونك الحلقة هكايا وفات سينو ريحاب شنو رايك في لي برودوي لي برودوي منوعين ان شاء الله يكونوا نالوا اعجاب
المشاهدين والمشاهدات الكل. ثقتكم تهمنا برشا، تخلينا ديما نسعى باش نقدموا لكم دي برودوي دو كاليتي ديفيكاسيتي. سينو نحب نشكر برشا بنجدو ايفانتس على لي تروك نتاع ديكوراسيون الميزانين على الاخر، زينونا استوديو يعطيكم الصحه. نشكر ليكيب تكنيك الكل كارتاج بلوس يعطيكم الصحه. سينو نشكر تحيه خاصه ليكيب الكل تي سي على مجهوداتكم الكبيره معنا. سينو احنا نتقابلوا نفس التوقيت نفس الموعد نفس البرنامج لا فيترين على قناه كارتاج بلوس. من هنا الوقت نقول لكم على لا بروشين، باي باي.